سليمة، وانا كان بغيك بزاف وانا ما نقدرش نزيد شي خطوة بلا بيك. انا بغيت نرجع معك كنا وما بغيتش ولدنا يكبر بعيد علينا، وانتي راكي عارفة اني كيف انتو عارفة شحال راني محتاج ليك بزاف. وراه ولدي هذاك وراه مرتي هذيك وراه ما نقدرش نعيش بلا بيهم، راه غادي نحماق. ربي اختار انه يمشيوا ليا والديا، ولكن راه مازال كاين ولدي ومازال كاينه مرتي. معذب في المرض ديالي وفي المرض ديالي كنتفكرهم وكنزيد نتعذب. انا الحاجه الوحيده اللي بغيت هاد الساعه هو انني نرجع لولدي ومرتي. انا دمرتها وعذبتها ودرت شي حوايج اللي ما يتقبلهمش العقل وما يتقبلهم حتى شي واحد. السلام عليكم. كنشكر خوتي المغاربه كاملين على التعاطف ديالهم وعلى الدعم ديالهم معايا، وصراحه ما غاديش نخيب منكم، وصراحه ندمت بزاف 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 على داكشي اللي درت، وكنوعدكم بلي اسامه اللي جاي ان شاء الله غادي يكون احسن من داكشي اللي شفتو كاع. الحاجه اللي خلاتني ندم هو داك الفعايل اللي درت، واخا ما درتهمش بخاطري، ولكن انا هو داك الشخص اللي كنت تما، يعني درت شي حوايج اللي ما يتقبلهمش العقل وما يتقبلهم حتى شي واحد. ماشي غير زبلتها، راه عرفتي شنو، ولا شي حوايج كنقول لك ما عاقلتش عليهم، كنتصدم في راسي كنقول ويلي واش انا داير داكشي. ضربتني رفيقه فاش مرضت في الحبس. تخيل معايا، كنت مكمل في داك الطريق وغادي فيها وما على باليش كيجيب لي داكشي، كيجيب لي بالي راه كندير كلشي زعما صحيح وهداكشي ما كاينش اللي غيوقفني. ولكن مزيانه فاش جاتني داك الضربه هذيك فقت من داكشي اللي كنت كندير، وعاد وعيت شنو داك التخربيق اللي كنت فيه. صراحه ما لقيتش راسي بوحدي، ولكن كنعتبر راسي وحيد. واخا واقفين معايا، ولكن كنعتبر راسي وحيد. توحشت الولد ديالي وتوحشت الزوجه ديالي. ما كرهتش انني نرجع لذاك العيشه اللي كنت فيها، كنت فيها مرتاح بزاف. توحشت الحنان ديال الزوجه ديالي، وتوحشت الحنان ديال الابن ديالي. الصراحة والله الا فاش كنا عايشين بثلاثة واحد الحلاوة غير اللي مجربها وصافي. من نهار خرجت كنبغي غير نغمض عينيا، والتفكير ديالي كامل في مرتي وفي ولدي، ما كيبغيوش يخرجوا لي من بالي كاع، ديما نفكرهم ديما في بالي. شي مرات كنكون ناعس وكنتفكر بلي راني كنحس بلي راني معنق ولدي ومرتي، فاش كضربني فيقة كنلقى راسي بوحدي. صعيبة بزاف، اديتها بزاف بزاف بزاف. اللي كيزيد يعذب لي ضميري هو انني ما دارت لي والو. انا دمرتها وعذبتها ويا ربي تسمح لي منها وصافي. ما تستاهلش داكشي، والله ما تستاهل. انا الحاجه الوحيده اللي بغيت هاد الساعه هو انني نرجع لولدي ومرتي. بغيت نرجعهم مجموعين كيف من الاول، حيت غتساعدني بزاف بزاف باش انني نبرا، باش انني نرجع لحالتي الطبيعيه كيف ما كنت. توحشتهم بزاف وكنتمنى انهم يثقوا فيا، وما كان واحدهم انني ما غاديش ناديهم مره اخرى. ما يمكنش نرجع لديك الحاله هذيك. معذب منهم بجوج، ولكن يمكن كنقول انا لي الا رجعوا ليا غادي يعاونوني بزاف في هذا المرض هذا، غادي نتغلب عليه دغيا. معذب في المرض ديالي وفي المرض ديالي كنتفكرهم وكنزيد نتعذب. صراحه كنا كنقراو مع بعضياتنا، كناش كنحملوا مع بعضياتنا، من بعد ولينا دي زامي، من بعد طورت العلاقه، من بعد جا الزواج، من بعد جا ادريس، من بعد صافي تما بدينا كنتقاتلوا انا وياها، كنتقاتلوا على الزمان. كنتفكر داك اللحظات فاش كنا كنتقاتلوا انا وياها على كل شيء، وواقفين على رجلينا بجوج، وهي السند ديالي وانا السند ديالها. ونشوف دابا الدنيا فين لحقنا. بزاف ضحات معايا بزاف ديال الحوايج، دات معايا من الزيرو وضحات معايا بزاف ديال الحوايج، وتا انا ضحيت معاها، وهي ما كانتش متوقعه مني انني ندير لها هادشي، وتا انا ما كنتش متوقع انني غادي ندير لها هادشي، ولكن هادشي ما جاش بيدي. دابا هما ماشي حارميني من ولدي، هما فوقاش كيقولوا لي فوقاش ما بغيتي ولدك اجي تشوفه مرحبا بك، ولكن انا محتاج لديك العيشه، محتاج لولدي يكون حدايا ومرتي يكون حداي ونربي ولدنا بجوج، حيت ما بغيتش ان ولدي يعيش نفس العيشه اللي عشتها انا، يعيش يتيم. شفت الناس متعاطفين معايا، وكاين اللي فهم حالتي، وكنشكرهم بزاف على داك التعاطف ديالهم، وكاين اللي حاسبني بحال ولدو. كنبغي نقول لهم سمحوا لي بزاف بزاف، حيت دريت الابنه ديالكم، وحيت دريتكم حتى نتوما،
ولكن منين عطيتوني الفرصة وسمعتوا لي وسمحتوا لي، انا ما كنتش كنتوقع منهم داك الشيء كاع، سمحوا لي بزاف. وان شاء الله هادشي اللي غتشوفوا الجاي مني غادي يكون هيكون احسن، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم وما نضيعش الثقة ديالي بهم. حسبوني بحال ولدهم وثقوا فيا وعطوني بنتهم، وصراحة ندمت على هادشي اللي درت، بينت لهم واحد الوجه واحد اخر، وكنتمنى من الله يغفر ليا وكنتمنى انهم يسمحوا ليا حتى هما. ولحد الان مازال الاب ديالها كيقول لي راه كنحسبك بحال الولد ديالي، اجي تشوف باك فوقاش ما بغيتي، ويا ربي تسمح لي منهم. انا حاليا ما كتهمني حتى شي حاجه، حتى من صحتي كنساها، انا الحاجه الوحيده اللي كتهمني مرتي وولدي، وانا نرجعو كيكون وما احسن. كنحس براسي وحداني بلا بيهم، واخا كاينين الناس واقفين جنبي، ولكن واخا هكا كنحس براسي راني وحيد، توحشتهم بزاف. كاينش اللي غادي ما كاينش اللي غادي يعوض ليا داك الحنان من غير مرتي وولدي. نهار توفى الاب ديالي والام ديالي وتلاقيت مع هاد بنت الناس، هي وليت كنشوف فيها الام ديالي، الاب ديالي، الاخت ديالي. صراحه والله الا وقفت معايا بزاف وعاونتني بزاف، وكنتمنى انها تسمح ليا وتعذرني وما دوزناش قليل. كنت انا كنظن بلي الا شافت وعرفت هاد المرض ديالي وتفكرت داكشي اللي دوزنا غادي يرطاب قلبها من جهتي. كنتمنى كاع من الناس ومن الامهات اللي كيتفرجوا معايا انهم يوقفوا معايا ويدعيوا معايا انني نرجع مرتي وولدي. وراه ولدي هذاك وراه مرتي هذيك، وراه ما نقدرش نعيش بلا بيهم، راه غادي نحماق. راه ربي اختار انه يمشيوا ليا والديا، ولكن راه مازال كاين ولدي ومازال كاينه مرتي ومازال كاين باه، بغيت نتجمع ونعيش كيفما. سليمة وانا كنبغيك بزاف، وانا ما نقدرش نزيد شي خطوه بلا بيك. انا بغيت نرجع معاك كيفما، وما بغيتش ولدنا يكبر بعيد علينا، وانت راكي عارفه انا كيف كنت عارفه شحال راني محتاج ليك بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.